جالسة طيبة. والله يا إخواني من أعظم نعم الدنيا أن الإنسان يوفق أنه يجلس في هذا المجلس المبارك، مجلس تحفنا فيه الملائكة وتغشانا فيه الرحمة. تخيل يا إخواني تغشانا رحمة الله عز وجل في هذه الدقائق المعدودة التي نجلس فيها ونذكر الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فكان أحد السلف يدعو الله ويقول: يا من رحمتك وسعت كل شيء، عبدك شيء من الأشياء فاغفر لي وارحمني. فهذه المجالس يا إخواني تغشانا فيه الرحمة، وأيضا تنزل علينا السكينة. ما هي السكينة؟ السكينة شيء في القلب وراحة وطمأنينة تنزل على القلب بسبب ذكر الله عز وجل. من ثمراتها أن الإيمان يزيد عند الإنسان. الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لماذا؟ قال الله عز وجل بعدها: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الله عز وجل يقول في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله عز وجل بعد أن ذكر أعمالهم أثنى عليهم، قال جل في علاه: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يا إخواني، وأيضا إذا جلس الإنسان هذا المجلس المبارك الله عز وجل يذكره عند من؟ عند جبريل، عند ميكائيل، عند إسرافيل، عند ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله عز وجل يقول: شوف الشرف لمن يذكرك الله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والله عز وجل ينادي أهل الإيمان ويقول ابن مسعود: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فرعي لها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنتهي عنه. يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله يجعلنا منهم. قولوا آمين يا إخواني. ويقول الله عز وجل لهذه الوجوه المتوضئة التي سجدت بين يديه في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا إخواني الله كريم، الله رحيم، الله عز وجل ودود لدرجة أنه هو يتودد لعبده وينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فالله يا إخوان جابنا في هذا المكان من أجل أن يطهرنا، فأبشر وأمل من الله خير، ربما يكون هذا المجلس سبب لك في دخول الجنة. لأنه يا إخواني هذا المجلس ترى يعتبر من المسابقة إلى الخيرات. والله عز وجل يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون. المقربون وين؟ في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة
متكئين عليها متقابلين. ربما يكون يا إخواني زي ما ذكر الشيخ محمد بقنة يقول إذا رأيت شيء يؤذي المسلمين في الطريق فزحه، يمكن تدخل الجنة، يمكن بهذا العمل تدخل الجنة. امرأة بغية يا إخواني دخلت الجنة بسبب أنها سقت كلب، أكرمكم الله عز وجل. يا إخواني امرأة، وهذه المرأة إيش شغلتها؟ ما هو العمل التي تفعله هذه المرأة؟ الزنا، نسأل الله العافية والسلام. بغي، خرجت من بيت البغاء وكانت قد وصل فيها العطش مبلغ عظيم، فوجدت بئر فنزلت في هذا البئر حتى ارتوت، فعندما خرجت وجدت هذا الكلب يلهث من شدة العطش، ثم بعد ذلك أشفقت عليه ونزلت في هذا البئر وحملت خفها بالماء، ثم خرجت من البئر وسقت هذا الكلب، فالله عز وجل شكر لها هذا الصنيع وأدخلها الجنة. يمكن هذا المجلس يكون سبب لك في دخول الجنة، وهذا المجلس زي ما ذكرنا يا إخواني ترى من المسابقة إلى الخيرات. فجميل الإنسان لمن قبل هذه المحاضرة كان سبب في دعوة أخوه لهذا المجلس المبارك، فهذا من مفاتيح الخير. ومنهم أحبابي في الله من يدعو إلى المنكر، ومنهم من يدعو إلى الرذيلة، ونحن فضلنا الله جل في علاه ودعونا إلى هذا المجلس المبارك، فأبشروا وأملوا من الله خير، ربما يكون هذا المجلس سبب في دخول الجنة. الله عز وجل يقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه في الدنيا، ندعوه أن يغفر الله لنا، جلسنا في هذا المجلس المبارك من أجل أن تحفنا الملائكة ونريد ما عند الله عز وجل. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إخواني الله عز وجل عندما ذكر الدنيا قال لنا سبحانه وتعالى يريد أن يزهدنا سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والله عز وجل عندما ذكر الصلاة اختلف المسير عندما ذكر الصلاة، قال الله عز وجل مناديا أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عندما ذكر الدنيا قال فامشوا، لأن هذه الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالم ومتعلم. الله عز وجل يقول عن هذه الدنيا وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون. يا إخوان الله عز وجل قد زهدنا في هذه الدنيا في سورة يونس، يقول الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ختم الآية بماذا؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لعلنا نتفكر في هذه الدنيا أنها دار ممر وليست دار مقر. يا إخواني، عندما ذكر الله عز وجل الصلاة اختلف المسير، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما معنى فاسعوا إلى ذكر الله؟ سابقوا، كن أنت أول واحد. والله يا إخوان، منهم من يسابق إلى الخيرات ويدخل المسجد قبل أن يؤذن الأذان، قبل أن يؤذن الأذان. كان أحد السلف يقول: بئس الرجل الذي يحضر إلى الصلاة بعد النداء. احضر لربك قبل النداء، هذا عند السلف. طب كيف لو نظر إلى حالنا وإلى أحوالنا وتفريطنا؟ ومنهم من أخر الصلاة عن وقتها. والله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. بسبب أنهم فرطوا وتركوا المسابقة إلى الخيرات سابقوا إلى المنكرات. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. وأيضا يا إخواني، عندما ذكرت الجنة ونعيمها اختلف المسير. الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عندما سارعوا أتت يا أخواني الطاعات، أتت. الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين. جاءت الخيرات، لأنه يا أخواني الإنسان إذا صدق النية وأراد أن يقبل على الله عز وجل، الله عز وجل يوفق لأعمال ما كان يخطر لها بال. فمن أجل ذلك يا إخوان، أصدقوا الله عز وجل وأقبلوا على الله وأملوا من الله خير، فإن الله عز وجل كريم. الله عز وجل يقول: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الله يجعلنا منهم يا إخواني. عندما ذكرت التوبة وذكر الإقبال على الله وذكرت الإنابة اختلف المسير. الله عز وجل يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الإنسان إذا أقبل على التوبة الله عز وجل يوفقه لما بعد التوبة بمسابقة إلى الخيرات، ومنها التمسك بالقرآن، لأن الإنسان لن يثبت على توبته إلا إذا تمسك وسارع إلى كتاب الله عز وجل. يا إخواني، الله عز وجل يأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل وفر إلى الله عز وجل، كل شيء إذا خفت منه فررت منه إلا الله، إذا خفت منه فررت إليه.
الإنسان إذا تاب إلى الله وفر إلى الله عز وجل يوفق للتمسك بالقرآن، يوفق إلى حضور المساجد مبكرا. ومن أيضا من ثمرات الحضور إلى المساجد مبكرا أن الإنسان يتعلق بأذكار الصباح والمساء. وأيضا يا إخواني الإنسان إذا أقبل على المساجد وعلى أذكار الصباح والمساء أيضا يوفق يا إخواني لسلامة القلب، لأن الإنسان يطهر قلبه بذكر الله عز وجل وبالإقبال على القرآن، وأعظم الذكر هو كتاب الله عز وجل. يا إخواني الله عز وجل يقول في آية في سورة الأنعام، اسمع وتأمل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال العلماء: فيه شرفكم وفيه عزكم وفيه رفعتكم في الدنيا والآخرة. ثم ختم الآية فقال: أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يا إخواني عندما أسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه ماذا صنع؟ سابق إلى الخيرات وأصبح سفير، أول سفير في الإسلام. وأيضا يا إخواني تاب على يديه سعد بن معاذ الذي بموته اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدومه. فانظر يا إخواني، فنريد أن نقبل على الله ونريد أن نقبل على كتاب الله وأن نفقه حقيقة هذه الدنيا، لأن الإنسان إذا فقه حقيقة هذه الدنيا يسارع إلى الباقي. الله عز وجل يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من المسارعين إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها.